بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. محجوبة أوري، رئيسة جمعية أم المؤمنين عائشة التنمية الاجتماعية بإقليم الرحمنة. احنا من 2016 احنا كندير هاد المبادرات تاع قفه رمضان مع فطور جماعي العابر السبيل مع مائده الافطار السجل المحلي. هاد السنه كنا كنديروا في حدود 400 قفه مع افطار تعطيلات رمضان مع فطور جماعي السجل المدني. هاد العام تصادف مع الوباء الفيروس كوفيد 19، ما درناش السجن لان الحاله تاع الحجر الصحي، ما درناش مائده الفطور، ضمينا المصاريف لهذا الشيء مع محسنين خارج اقليم الرحمنه. قدرنا نوفروا فوق من 700 قفه، وغادي نعطيوها على جوج دفعات، الدفعه الاولى والدفعه الثانيه. وكنتمنوا ان اللي غتوصلوا من القفه يكونوا في امس حاجه لها الناس اللي تضرروا من الوقف تاع الخدمه ديالهم. داكشي حنا كجمعيه كنخدموا في العمل التطوعي، قلنا اننا نساهموا حتى حنا بهذا النصيب ديالنا، نعاونوا السلطه لان السلطه فرقات ما في الكفايه، حتى حنا نحطوا واحد الرمز ديالنا بما اننا كنخدموا في هذا العمل الاجتماعي. من هنا هذا هو اليوم غادي ننطلقوا ان شاء الله بعد العمليه تاع التوزيع، نوزعوا على العائلات اللي محتاجه. من هنا كنشكر السلطات المحليه، رجال الامن، رجال الدرك، اطره الصحه على المبادرات ديالهم اللي كيقدموها من اجل محاربه الوباء. وكنتمنوا ان تكون صدقه جاريه للجميع، وتكون مبادره ان شاء الله اللي ما نتوقفوش عليها مدى السنين، ويرفع لنا الله هذا البلاء. ورمضان كريم.